15,000 طفل مصاب بداء السكري من أصل 4 ملايين مصاب في الجزائر، 25% منهم غير مؤمنين اجتماعيا. ذاك ما أكده رئيس الفيدرالية الجزائرية لجمعيات داء السكري نور الدين بوستة لشروق نيوز على هامش لقاء تحسيسي للوقاية من الداء نظم بولاية معسكر. أن عدد المصابين بالسكري على المستوى الوطني فاق 4 ملايين مصاب بالسكري، أكثر من 25% غير مؤمنين اجتماعيا. وعندما أقول غير مؤمنين اجتماعيا، معنى هذا أنهم عرضة لكل مضاعفات داء السكري. في الآونة الأخيرة سجلنا أكثر من 15,000 طفل مصاب بالسكري، غالبيتهم غير مؤمنين اجتماعيا. يتحدث بعض المصابين عن مضاعفات صحية كبيرة يتعرضون لها جراء سياسة عدم الاهتمام. تروح للسبيطارات وكل هي ما يستقبلوناش، لما وشي خطرات نحوصوا الادواء والله ما نصيبوه. هذه الطفله هذه عندها مرض سكر، مادام يعاونوها ما بسكوبوها بالطال ما يخدمش، ما عندهاش كل يعاونها. الفارماسي تاع الدوله هذوك لانديمات لا بليبار تاع الفارماسي راهم مبلعين فارمي. وأمام هذه الانشغالات تبقى الدولة متفرجة على آلاف المصابين يغادرون الحياة سنويا.